حلويتنا النهارده هتكون من المغرب العربي، والحلوه اللي هنعملها النهارده نسميها بقلاوه او بقلاوه. لكن في تونس البقلاوه لو احنا قلنا لاي حد في الشام او افريقيا في مصر في اي بلد تاني هنعمل بقلاوه، بتبقى اللي هي الرقات الرقيقه جدا من عجينه البقلاوه او الجلاش اللي هي بتبقى محطوط فيها قلبيها مكسرات. لكن في الحاله ديت بيبقى الموضع هنا مختلف، هي هتبقى رقات بس من عجينه المرزبان اللي هو عجينه اللوز. وعجينه اللوز بيبقى لوز مطحون بياض بيض ومعاهم سكر بودره. لو حبيتوا تشتروها بتجيبوها جاهزه، مرزبان موجوده في كل المحلات معظم السوبر ماركت او بتتعمل. الفكره فيها ان بتتلون، يعني هنا هنجيب شويه من العجينه هنلونها ممكن اخضر وشويه بنلونها باللون الاحمر. الفكره فيها ان كل واحده هيبقى ليها لون مختلف، نخلي هنا جزء اصفر. الالوان اللي بتستخدم بتكون الوان خاصه بالاكل، ما بحطش لون كتير، بحط شويه صغيرين جدا، وبعدين ابتدي اخليها تتداخل اللون فيها وبلبس جوانتي، وده مهم جدا عشان اللون لو مسك في ايدي. ولو عايز اعمل الوان اللي هي بقى متداخله مع بعضها، اذا كنت عايز احط اصفر مع احمر عشان اعمل البرتقاني، او الالوان اللي هي مختلفه عن الالوان اللي بتتباع، ممكن نشكل كل ده. المهم بفضل اعجن فيها لغايه لما بوصل، لان العجينه نفسها بتبقى لونها في الاخر بيكون كله متداخل مع بعضه وده اللون بتاعها. وبسيبها شويه، لو حسيت لقيت انها محتاجه شويه من السائل، يعني او السائل فيها كتير بمعنى اصح، بحط عليها شويه نشا صغيرين. بكرر نفس الحكايه ونعمل واحده من اللون الاخضر، يبقى عندنا ثلاث عجاين بثلاث الوان كل واحده بتكون مختلفه عن الثانيه. وممكن نحط اللون الاصفر لان عاده المرزبان بيكون لونها افتح من كده اللي هو اللون الطبيعي بتاع اللوز. ولو هستعمل شويه من النشا مع شويه السكر البودره، بنجيب كميه النشا مع السكر البودره، اتاكد ان انا ما بحطش كميه كتيره على اساس ديت تساعد على انها ما تلزقش وتساعد على اني تسهل عليا وانا بفردها. نحط هنا شويه من العجينه هنا اهو، تخلص هنا من الالوان اللي احنا عملناها، ونبتدي نشوف البقلاوه دي بتتعمل ازاي. نحط اللون الاخضر وبفرده، ممكن اشيل جزء منه هنا عشان نستعملها نعمل منها حاجه تانية دلوقتي، وبفرد الاخضر ده وبسويها بحيث ان انا اعملها زي مستطيل، اسويها زي مستطيل، وبحاول ان انا ما اخليش عليها من فوق هنا نشا او سكر. يعني بعد ما بعملها بعملها بالفرشة علشان عايزهم يلزقوا في بعض، يعني بعد ما بفردها هخليهم يلزقوا في بعض. نحط شوية تانية هنا من بنفس الحجم اللي احنا قطعنا بيه الأولانية، شوية نشا مع سكر صغيرين، نفردها بنفس الحجم، اتأكد ان هو ده الحجم اللي عندي، وبعدين بعملها بنفس الطريقة واتأكد ان هم دول تقريبا نفس المقاس، وبعدين نبقى نسويهم. ناخد واحدة باللون الاصفر بنفس الفكره، وديت هي البقلاوه على اساس انها رقات، اتسمت بقلاوه على اساس انها بتبقى رقات. نفردها بالطريقه دي، نتاكد ان الطول واحد هنا اهو، وبعدين نبططها وبخليها بتلزق لان انا عايز احطهم فوق بعض. يعني بعد ما بعملها بحطهم فوق بعض، نحطها بالطريقه دي كده اهو، وبعدين نيجي نشيل هنا اهو ونشوف احنا عايزين نحط اللون الاخضر فين والاصفر فين والاحمر فين. فممكن احط اللون الاصفر في النص واضغط عليه، ممكن احط اللون الاخضر خلي الحته ديت اللي هي سهل لزقها فوقيها، وممكن بايدي افردها شويه، ودوت بيكون الشكل بتاعها. بعد كده بقطعها، عشان كده اتسمت بقلاوه على اساس ان هما رقات فوق بعضيها. بقطعها، وممكن انا عايز الجزء اللي بيتقطع دوت عشان استعمله، اقطعها بالطريقه دي، نقطعها هنا بالجنب بالطريقه ديت، وهخلي دول هستعملهم، وبعدين نجيبها هنا بالطول ونعملها زي السمبوكسه، تقطع بالطريقه دي، وبعدين السمبوكسه ممكن اقطعها لحته صغيره. تخيلوا ان دي طعمها بيبقى لوز، فمحتاجه تبقى حجمها اصغر شويه تبقى سهل عليا وانا باكلها. نجيب السكينه ونقطعها من النص بالطريقه ديت، وهجيب الطبق اللي هحطها فيه، وبتبقى قطع البقلاوه اللي هي معموله بالطريقه ديت، نقطعها مره كمان
نرصها جنب بعضها وتبقى دي فكره البقلاوه. يبقى هي عجينه ما دخلتش الفرن، مش محتاج اعمل فيها اي حاجه الا بس ان انا اتخيل الالوان اللي عايز اعملها، والحجم بتاعها بيكون متناسق او مناسب ان هو ما يكونش كميه كبيره من العجينه. واللي بيتبقى منها في اختيارين او اكتر من اختيار، بمعنى اخر ان انا ممكن اللي اتبقى منها دوت الحتت اللي اتبقت ديت انا ممكن اعملها بالطريقه دي، نلفها هنا واخليها اوريها لكم ممكن نعملها ازاي، او اجيب نفس العجينه نحط الطبق ده هنا نوسع مكان، نحط العجينه ديت وافردها واعملها زي خصل، واحده طويله خضراء نعمل واحده حمراء بنفس الطريقه اللي هي تبقى شكلها زي الكور، نحطها هنا اهو. الاصفر بنفس الفكره، شويه دي عليها او اللي هو النشا مع شويه من السكر، نحطهم جنب بعض كده اهو، ونبتدي ممكن نفردهم وندفرها. بمسكها من هنا اهوت اقفلها كده، وبعدين بنحط الثلاث الوان، نحط الاخضر وبعدين بحط الاصفر ونحط الاحمر بعدها وهكذا، نحطها بالطريقه ديت. ونفس الشيء بسيبها لغايه لما تتبل مره كمان علشان تلزق في بعضها، محتاج انها تبقى مبلوله شويه. نحطها كده اهو، ونحط الاحمر اخضر اصفر، واللي بيتبقى ممكن يتعمل مش لازم حتى اعمله بالضفيره، والفها بالطريقه ديت واقفل الضفيره جامد، وبجيب سكينه اقطع بيها. تقريبا بنعملها نفس الحجم، وكل واحده منها بعملها بتبقى هي نفسها شكلها كوره، بتبقى كل واحده فيها حسب اللون اللي انا عايزه، يعني انا بيطلع فيها حته اخضر حته احمر، ومع حركه الايد بيكون اللون كمان اللي موجود، يعني في ايدي اتشربت شويه النشا الزياده اللي موجوده فيها، فحسب احنا عايزين لون ايه بتلاقي كل الالوان موجودين في كل الكور. فده نفس الفكره بعملها بطريقه الضفاير ديت، او بالطريقه الثانيه اللي هي الحتت اللي احنا قلنا اتبقت او زادت مننا بنخليها على جنب، نعملها بنفس الطريقه نقطعها ونلفها كده. فاذا طريقه سهله جدا لعمل بقلاوه، متهيألي اسرع بقلاوه، بس ما تجيبوش ورق الجلاش وتعملوه بعجينه وتعملوها بالطريقه ديت، دي مختلفه لان دوت معمول من النشا. ولو ايدي حسيت انها ابتدت تلزق شويه صغيرين من السكر مع شويه النشا، يبقى ده هيكون طبق بقلاوه من مغرب العربي، مختلف شويه عن البقلاوه اللي احنا بنعملها في البرنامج ومتعودين عليها، وممكن من غير وقت نعمل كميه كبيره بالوان كتيره، بس دي الالوان اللي احنا اخترناها لكم، ممكن انتوا تختاروا الوان تانية وان شاء الله تكون سهله سريعه وتكون الوان احلى من اللي احنا عملناها.